عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي بطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري برئاسة سماحة الشيخ العقل الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، حيث تناول الاجتماع شؤون المجلس والطائفة والأوضاع العامة والتطورات، وأصدر البيان التالي: أولاً، يعلن المجلس المذهبي رفضه المطلق لما يحصل من خرق لسيادة الدولة اللبنانية وتدخل فاضح في شؤونها الداخلية لجهة الإجراءات غير اللائقة المفروضة على رجال الدين في طائفة الموحدين الدروز في لبنان لدى دخولهم إلى سوريا دون غيرهم من رجال الدين في المذاهب الأخرى، والتي تخالف كل المواثيق والقوانين والأعراف الدبلوماسية والدولية، وتضرب العلاقات الطبيعية والأخوية بين لبنان وسوريا، وأن المجلس أرسل كتاباً بهذا الخصوص إلى الجهات الرسمية اللبنانية، لا سيما معالي وزير الخارجية جبران باسيل، لاتخاذ الموقف الرافض لهذه الإجراءات. ثانياً، يؤكد المجلس أنه برئاسة سماحة شيخ العقل الجهة الرسمية الوحيدة ذات الولاية الشرعية المخولة إدارة شؤون طائفة الموحدين الدروز في لبنان، وهذا ما ينص عليه قانون تنظيم شؤون الطائفة الصادر عام 2006، ولا يحق لأي جهة كانت خرق هذا القانون. ثالثاً، يشدد المجلس المذهبي على أن المحاولات المستميتة من الجهات المتربصة بطائفة الموحدين الدروز شراً لن تفلح في ضرب وحدتها، وستندثر كما كل المحاولات المشابهة على مر التاريخ، وسيحكم عليها بالفشل، لما للموحدون الدروز من سعة العقل ورجاحة التفكير والوعي والحكمة والإيمان الحقيقي، وسيبقى جوهر التوحيد أقوى من كل العابثين. ويؤكد المجلس مواصلة جهوده في التعاون والتشاور بشكل دائم مع كل مرجعيات الطائفة وفعالياتها ومشايخها وشخصياتها ومؤسساتها لتحقيق الأفضل على كل المستويات. ويناشد المجلس أبناء طائفة التوحيد البقاء على عهدهم كلمة واحدة بعيدين عن المهاترات، وأن يواكبوا المجلس في عمله وممارساته التي أثبتت أنها على قدم المساواة مع جميع الموحدين، وترسيخ الوحدة التي ستبقى سداً منيعاً يحمي هذه الطائفة الكريمة. رابعاً، يدين المجلس المذهبي ما جرى اليوم في المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا، وسيتخذ بما لديه من صلاحيات الرقابة على مؤسسات الطائفة كل الإجراءات المطلوبة لمعالجة أي إشكال والتثبت من حقيقة الأمور، بعيداً عن أسلوب التشهير الذي يمارسه البعض، ومع خفض حق القضاة وكرامتهم تحت سقف القانون. شكراً.